وان مور اي سبورتس، الفريق صاعد جديد اللي لسه هنشوفه لاول مره في الاي اي سي، ولكن بيلعبوا قدام فريق قوي جدا جدا ومن اصعب الفرق اللي مور اي سبورتس. انا لايف، يلا اديني حاجه. ماشي يلا. انت بتهوى على رقبتك ولا ايه؟ يا اسطى ما انت هتضحكوا اللي جنبه هيضحك اللي جنبه. Give yourselves to Shurima. الضغط موجود من عند تيم كلاش في الميد لين وعن شيد جيمكن من عند تيم وان مور دلوقتي، ولكن في الكول اوف الفورش يعني الجوز كده فورش كده من عند الاور نوصل اوريدي للوش هنا بيرفكت بوزيشننج دلوقتي في الفايت، ولكن الجوز زعبلاوي مره كمان بالنوكه اللي موجود سوين يو شيف اول داون مره كمان على ايد شادو لحظه لابرش كبير جدا الكل الثانيه يكون من نصيب الازير لونا تيجي فول داون هنا على ايد اللوش، ولكن بلاش تسمح حظته فول داون هافر تريبل مان كان موجود من عند الازير ويا ولد يا شادو اللي تشيس كمان من عند زعبلاوي بيسكو يظل هو اخر منبر على قائد الحواله، لكن مولتو في النهايه بالهوك شوت يجيب الكوادرا صريح شادو واحده من اروع الازير بوزيشن تيم فايتس اللي شفناها في حياتنا على مدار اللايف. اولويز شوت فيرست نظام البلوس مايت يمنع شادو من انه يعمل هذا ريكول، ولكن بول تايم شوف دامج كبير حاضر من لوناتيك. اكازاني يعود في الفلانكينج بوزيشن من سيشن لوناتيك مازال عنده الفلاش هذا الكل حاضر شادو الرامبيج كرونو بريك موجوده دامج كبير حاضر لوناتيك از جود لايك تو كيلز لحد الان في تيم فايت مازال لايف ستيلينج هل في دامج لوناتيك بتريبل كوادرا كيل ليتي كاري وان مور ايز تيك ا جود لوك اتس ذا لاست يو ويل جيت اي ام ذا بوم هيموت، ولكن شوف السنايب اللي من داون داون من ليك مايل بالولين اللي موجوده مره كمان نفس الديجا فو سيبسو وقفوا مستني جي كي مكمل له تليبورت كده من وراه من على طول من عند موتو، لكن كلاش فشل بيتر المان دريبل مان سيسمك شوب ممتازه موجوده من عند شادو فول داون المره كمان خان على الدريبل قبل حتى بدايه الفايت يقدر الاجواد من واي سكيورت بارون، لكن اطوات كوست خسروا الكلاش دبل مان كنتكم نصيب لهم نتيك وسايكلون ممتازه موجوده من صعب الهاوي والين في النهايه والدمج يقدر يبقى من المره كمان من عند الوكونج على ووف وفريق جي كي كومبليتلي اوبليتريتد من عند البارن بدون ما فريق وان مور يخسر ولا بلاير